السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غنتكلموا فيه حول موضوع مهم بزاف. الموضوع كيتعلق بكيفية صنع ميكروفون احترافي بأقل تكلفة، يعني بزيرو درهم. يعني بزاف غنسمع القضية بأقل تكلفة غتجي يعني أعجوبة، يعني بمعدات عادية بأقل تكلفة. بحالاش إذا كان عندك مثلا سماعة أذن، يمكن لك ان شاء الله تحاول تخرج منها ميكروفون احترافي باقل تكلفه. هاد السماعات يعني كيعملوا حوالي 10 دراهم 15 درهم، يعني الثمن رخيص. اذا كانت عندك السماعه هذه في الدار مخدمه ماشي، يمكن لك تعدل منها ميكروفون احترافي باقل تكلفه. دابا ندوزو للطريقه كيفاش نحاولوا نعدلوا ميكروفون احترافي. كما كتلاحظوا معايا هذا هو المايك اللي صوبت بالسماعه ديال الاذن. طريقه سهله، يعني ما كتكلفش عليك شي مواد غاليه، فقط غير السماعة ديال الأذن اللي هما هادو، يكونوا عندك خاصرين مخدمين شي هادو، يعني يكون عندهم هادو مخدمين شي، فقط غير يكون عندك هذا خدام. هادو كيتباعو 15 درهم 10 درهم في الأرض، كيتباعو في السوق، يعني إنسان يشريهم. أو إذا كان عندك هادو في الدار مخدمين شي، يمكن لك تخرج منهم الماك احترافي بأقل تكلفة وبزيرو درهم، يعني في عوض هادشي ياخد 150 درهم 200 درهم، بزاف يعني الصراحه غاليين. وقدر الضموند عليهم في شي موقع ويجيو وقت احسن باب الدار في الاخر تديهم، وما تلقاو ما خدامينش عاد نصيك ترجع من مولاهم. فين هو ساكن مولاهم؟ ساكن في الدار البيضاء ولا ساكن في الرباط ولا مع فين ساكن؟ يعني احسن طريقه للناس اللي عندهم قنوات جديده اللي باقي ما وصلوش الشرط ديال 1000 مشترك و 4000 ساعه، ويعني كيحاولوا يشوفوا شي ماك احترافي، يصوبوا هذا بيدهم، هذا بالسماعه ديال الاذن. اذا دابا ندوزو للطريقه التحضير كيفاش غنحاولوا نصوبوهم. اول شيء كنحتاجو السماعه ديال الاذن وما هادو. ثاني شيء كنحتاجو اللصق اللي هو هذا، خليه هنا. ثالث شيء كنحتاجو بونج بحال هذه، واحسن تكون كحله باش كتدي الديكور مزيون. انا حاليا دابا عندي هذا اللون يعني اصفر مفتوح، ولكن ماشي مشكل. مقص. دابا ندوزو الطريقة التحضير سهلة، لاحظوا معايا، دعوا على بركة الله. أول شيء نحاولو نوريكم الطريقة كيفاش تعدلو الماك احترافي بزيرو درهم، يعني 150 درهم زايدة فينا حنايا، علاش حنا غنمشيو نشريو ماك آخر ساعة ما يخدم لي شي، أولا نلقاو فيه شي مشكل ولا الصوت ماشي واضح. إذا يعني نحاول نعدو هذا ونجربو ونشوفو كيفاش عامل الصوت ديالو. أول حاجة غنقطعو هادو، نحطو هادو حاليا دابا مخدامينشي، ونقطعهم. حنا عندنا الهدف غير في هذا، عندنا الهدف غير في هذا. كما قطعنا دابا هادو غنزولوهم، صافي دابا هو واجد، هاهو الماك واجد. باش حنا نعطيوه واحد الصورة مزيونة بحال هذا كما كتلاحظوا، غنجيبو هاد البونجا هادي، هادي نحاولو نقطعوها. أول شيء غنحتاجو هاد طونوفيس أولا مسمار باش نثقبو هاد البلاصة هادي. غادي نقص منو نخليها بهاد الشكل هذا، فهمتو؟ هانتوما تشوفو الطريقة مزيانة سهلة. كذلك كنحتاجو واحد الكاغد ديال الورق ديال الخشب اللي كنسموه حنا بالليخة، اللي كيحكو بيها الخشب، اللي يكون حرش، وأحسن يكون ديك الصفر، كيكون ماشي بحال هذا، هذا غلا شويج، هذا حرش بزاف. كاين لاخر صفر على هذا مزيان، يعني أما هذا قوي شويج، هذا أحسن يكون صفر ممتاز، هذا باش كتحك بيه البونجا اللي غنبو ليكم إن شاء الله. ندير واحد اللصق ديال هدا،
اللي بغى يديرو اللي مبغاش يديرو، الانسان كيبقى الذوق ديالك دابا نتينا. انا حاجه وحده وهي كيفاش تحاولوا نعملوا المشد ديال هذا باش يتشدنا في الملابس. اما تعمل المشد ديال البنات اللي كيعملوا في الشعر، او كدير هذه ديال الباج اللي كتكون في الباج. انا حاليا عملت هذه جاتني مزيانه. ثم كتشوفوا المشد ديال اللي كيديروا البنات في الشعر ديالهم، كدير كتحاول ديرها في الميكروفون كديرها هنايا. انا حاليا درت هذه جاتني مزيانه. او عمك دابا جاهز ناتو. دابا كيبقى لنا حاجه وحده باش نعطيوها واحد الجماليه واحد الصوره يعني مزيانه، غنحاولوا نمسحوا بديك الليخه ديال هذا الليخه هذه الورق الحرش، نحاولوا نمسحوها من هنا، نحكوا شويه هاد البلاصه هادو، وغادي هذوك الساعه غتبقى تبان لك ساعه دائريه، ما تبقاش هاد هادو خارج من هنا والجناب كيبانوا من كيبان واحد خارج واحد داخل، لا مع هاد الليخه هادي غتولي ديك الساعه مساويه. لاحظ معايا ها هي دابا ولات دائريه، يعني بصراحه مزيانه. هيدا الانسان كيديباني بها الميكروفون احترافي 100%، الصوت 100% كما كتلاحظوا، يعني الصوت كيكون 100%. ناسي المكان انتما تما كتشوفو الماك احترافي باقل تكلفه بزيرو درهم فقط، غير السماعه ديال الاذن ديال الهاتف. عندك السماعه ديال الهاتف مخدم ماشي يعني تعدى بهم ميكروفون احترافي باقل تكلفه بزيرو درهم، حسب ماشي ياخذ 150 درهم ولا 200 درهم يعني بزاف. هادو مزيانين كتعدو بالسماعات اللي عندك خاصين مخدم ماشي صافي، كيبقى غير ميكروفون الدخلاني هذا خصو يخدم. دابا غادي نقومو بالتجربة ديال هذا المايك اللي صاوبنا، يعني بصراحة هذه أحسن طريقة إنسان يعدل المايك. كما كطلع الدبدبات هما كيبانو في الشاشة ديال الهاتف، يعني بصراحة هذا هو الحال، إنسان يصاوب المايك ديالو بأسهل طريقة فقط غير بسماعة ديال الأذن ديال الهاتف. طريقة ممتازة. دابا سوف نقوم بتشغيل الصوت، شوف الصوت ديال الماك. يعني بالطريقة هذه ممتازة 100%، باش تشري واحد مايك 150 درهم ب 15 دولار بتكلفة كبيرة، يعني انسان يصاوب غير مايك غير بطريقة احترافية بأقل تكلفة بزيرو درهم كذلك بزيرو دولار فقط بمعدات بسيطة. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى الا تبقاو معنا بزاف والاعجاب والشير في القناة لكيصلكم ان شاء الله كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.